أخذت الأم وأخذ الأب الولد وجات تقول له يا حج تبغى، والحج بتدز عليه بكتفه تقول له يا حج تبغى عصير، فإذا هو ميت. ميت كيف يا أخوان؟ هنا الإبرة. ميت على كرسي الطيارة جم زوجته جم ولد، ميت وهو يقرأ القرآن في يده. هذه الصورة شيخ هو ميت؟ نعم، لا هذه الصورة قبل ما يموت. قبل ما يموت لما نزلوه دحين تجيك القصة يا شيخ. قبل ما يموت هذه الصورة بيقرأ قرآن وسبحة في يده. أنا انتهى دوامي الساعة 7 وطيارته الساعة 7. من الموقف رجعوني قالوا لي يا شيخ ترى الراكب إلا ساعدته في طلوع الطيارة ميت في الطيارة، تعال عشان تشيله تغسله. أنا افتكرت أنه يمزحوا معايا عشان يبغوني أرجع العمل عمل إضافي عشان وقت حج وقت عيد. قالوا لي والله ما نكذب يا شيخ. رجعت يا شيخ وهذه العبرة والشاهد للي أنت تبغاه. لما جيت فعلا كان ميت هو، فجيت قلت لهم طيب دحين نسوي له تصريح الدفن وتبليغ الوفاة. انت تلاحظون يا اخوان الاخوان المسافرين الا من رحم الله يشيل في يده ما لذ وطاب من الاكل والهاند باج 23 كيلو هنا وفي ظهره، حتى اولاده الصغار يشيله. لما جيت قلت له طيب حتمر على احد المغاسل عندي وناخذ الكفن، تقول لا ما نبغى الكفن حقك. استغربت قلت لازم يا اختي الله يسلمك. هذه زوجته تقول لك؟ اي زوجته. لازم نمر ناخذ الكفن عشان نكفن ونغسله وندفن زي ما قلت. قالت لا ما نبغى الكفن. قلت ليش؟ قالت انظر بين رجليه. قلت ايش سننظر؟ قالت طالع بين رجليه. ايش كان بين رجوله يا اخوان؟ كان كيس بلاستيك فيه الكفن حقه شايله معاه. شايله معاه كل سنه يجيب كفنه ويتبرع فيه وياخذ كفن جديد، وموصي اولاده ومرته انه اذا مات يندفن في مكه. الله كفنوا معاه وأولاده والمسافرين شايلين وسخ الدنيا، وهذا شايل كفنوا معاه. نزلت غسلت وكفنت وطلعت مكة في ثاني يوم العيد، وصلوا عليه برضو أمة محمد. خاتمته على إيش؟ ما هو شاهد في القصة يا أخوان، على عمل صالح يقرأ قرآن فجر يوم الجمعة. أسأل الله لي ولكم الحسنى. حسن شيخ، طبعا هذه القصص ليست فقط من باب التسلية، الصالحون كانوا يذكرون قصص عامر بن عبد الله الذي مات وهو ساجد، وغيره عثمان بن عفان مات وهو يقرأ القرآن، علي بن أبي طالب وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر، أبو بكر، عمر وهو يصلي صلاة الفجر. ذكروا هذه القصص ليس من باب فقط ذكر القصص، إنما من باب العبرة. نحن